السلام عليكم. في هذا الدرس راح نتعرف على دوال السلاسل النصية. طبعا شو هي السلاسل النصية؟ هي عبارة عن مجموعة من الأحرف يمكن تغييرها بعد إنشائها. طبعا في لغة الـ PHP بتوفر دوال كثيرة وعديدة للتعامل مع السلاسل النصية. طبعا في هذا الدرس راح ناخد معرفة طول السلسلة النصية. طبعا وقتش نستخدمها، مثلا أنا في بعض الأحيان في برنامجي أو في الموقع تبعي بتوجب علي أن أعرف طول السلسلة النصية عشان أقدر أتعامل معها. طبعا في لغة الـ PHP بتوفر دالة بتعرف طول السلسلة النصية، هي اسمها string strlen. strlen بتاخد string. تمام، طيب نيجي ناخد مثال. مثلا لو أنا عندي هنا نص، مثلا s يساوي مثلا hello my name is محمد علوشوة. اوكي تمام، هذه السلسلة النصية انا مثلا بدي اعرف قديش طولها، باجي بقول له هنا strlen لين. طبعا strlen بتاخد string، اي بديها الاس. طبعا strlen بترجع قيمة اللي هي طول السلسلة النصية اللي انا مررتها لها، ممكن اغيرها متغير او على طول اطبعها. مثلا بقول له ايكو بهذا الشكل، وبجمع الحفظ، وباجي هنا على المتصفح وبعمل ريلود. طبعا طلع لي 35. طيب طبعا احنا مش هنعدها 35، ممكن ناخد يعني هلو نشوف قديش طولها. تمام، اهي 1 2 3 4 5. طبعا حطلع لنا قديش طولها، طلع طولها 5. طبعا هاي هي بالنسبة ل string length. طبعا هي دالة مش صعبة، يعني انا ممكن استخدمها يعني في اشياء كتير. ان شاء الله يكون الدرس واضح. نشوف الدرس القادم، والسلام عليكم.